إذن أستاذ إبراهيم بلغيت، أنت المحامي وتحدثنا من تونس، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بكم، شكرا على الدعوة. أستاذ إبراهيم بلغيت، أقمت مؤخرا دعوى قضائية ضد الرئاسة التونسية في المحكمة لا، الأفريقية، أعطينا أولا يعني حيثيات رفع هذه الدعوة. شكرا على إتاحة الفرصة. قبل كل شيء أريد أن أوضح أن الدعوة توجهت على الدولة التونسية فيما يخص نصوص قانونية صدرت، وليست موجهة ضد مؤسسة رئاسة الجمهورية ولا شخص رئيس الجمهورية. فالدعوة إذن هي ضد الدولة التونسية حول نصوص رأينا أنها تخالف حقوق الإنسان، وجارتنا المحكمة الإفريقية في ذلك. في خصوص الدعوة، فكما يعلم الجميع، تنفيذا للفصل 80 من الدستور اتخذ رئيس الجمهورية جملة من التدابير الاستثنائية. هذه التدابير كانت في رأينا خارقة للفصل 80 من الدستور، بما كان معه خرقا لجملة من حقوق الإنسان، وهو ما يقيم أو يعقد اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان. لأنه والحمد لله وبكل فخر، فالدولة التونسية يعني بلغت مستوى من التطور الحضاري والحرص على حقوق الإنسان، بما جعلها تصادق على ولاية المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وترضى وتقبل بأن يقاضيها الأفراد والجمعيات أمامها فيما يخص طبعا حقوق الإنسان. وهذا مصدر فخر، ونتمنى أن كل الدول العربية والإفريقية تنحى هذا المنحى، نظرا لما في ذلك من ضمانات إضافية وهامة لضمان حقوق الإنسان والشعوب. فبالتالي كانت دعوايا ممارسة لهذا الحق الذي منحته إياي دولتي وبلدي. وأتمنى، باعتبار تعلمون أننا في الدول العربية نعتبر كل الدول العربية هي بلداننا، نتمنى أن يبلغ بقية الدول العربية هذا المستوى الحضاري والحقوقي، ونتمنى كذلك أن الدولة التونسية تلتزم أو تواصل احترامها لتعهداتها فيما حق الإنسان، لأنه في الأخير هذا داخل في المنظومة التونسية لحق الإنسان. وبالتالي يتحقق الغاية من الالتحاق بهذه المحكمة، والتي بالمناسبة أود أن أترحم على هذا الإنجاز التاريخي الذي قام به الأستاذ الباجي قايد السبسي رئيس الدولة السابق، الذي صدق سنة 2017 على ولاية هذه المحكمة. يعني ألا توجد يعني محكمة داخل تونس مختصة في هذا المجال؟ هو للتوضيح، يعني تقنيا وقانونيا إحدى شروط اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان هو أننا نستكمل التقاضي المحلي، أي وسائل الانتصاف المحلي، بما في ذلك طبعا المحاكم. لأنه يعني من يدعي خرقا لحقوقه يتجه للمحاكم، وحق الولوج إلى القضاء مكرس في الإعلان العام لحقوق الإنسان، ولو أنه ليس صحكا فهو إعلان، لكن كذلك في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وفي الميثاق الإفريقي لحقوق. وبالتالي فإني إذن ألاحظ أن الدستور التونسي لسنة 2014 يعقد الاختصاص فيما يخص نزاعات المطابقة للدستور والعلاقة السلطات ببعضها إلى محكمة دستورية. هذه المحكمة صدر في شأنها قانون أساسي عدد 50 سنة 2015 ينظمها، وصلب هذا القانون الأساسي منع المشرع التونسي كل بقية المحاكم من النظر في نزاعات الدستورية، سواء بالقيام مباشرة أو بالدفع. وبالتالي الاختصاص الحصري هو المحكمة الدستورية. لشديد الأسف ولأسباب متعددة لم يقع إرساء هذه المحكمة، وبالتالي فلم يكن هناك من مجال للانتصاف المحلي. هذا
في حد ذاته يوفر شرط اختصاص المحكمة، لأن شروط اختصاص المحكمة الإفريقية عرفت تطورا في هذا المجال. فكان النص خاصة 25 أظن نظام داخلي ينص على أنه يجب استكمال وسائل الانتصاف المحامية، ثم تطور هذا الشرط ليصبح استكمال تلك الوسائل أو طول التقاضي بما يمس من جدية النظري فيه. ثم أصبح يعتبر أو يعتبر النظام الداخلي المحكمة أن عدم وجود طريقة الانتصاف المحلي أو عدم وجود طريقة ناجعة للانتصاف المحلي هو يعفي الطالب من شرط استكمال استنفاذ الوسائل المحلية، وهو ما ذهبت إليه المحكمة في قرار الحال عدد 17/2021. وبالتالي أقرت المحكمة موقفنا بأنه ليس هناك محكمة مختصة، ولو أنه في فقه القضاء وفي المحاولات القضائية والحقوقية والدعاوى سعى العديد إلى استصدار أحكام يعني من المحكمة الإدارية، وبعضها صدرت بالفعل، أي تصدت المحكمة الإدارية لمسألة الدستورية، لكن هذا يبقى استثنائي. وفقه القضاء الغالب في المحكمة الإدارية هو أنه ما يعرف بأعمال السيادة، أي أن المحكمة الإدارية لا تتعهد إلا بالمقررات الإدارية، أما المقررات التي هل يمكن الحديث عن الأثر القانوني لهذا القرار القضائي؟ هو قرار قضائي كما تفضل بموجب مصادقتها على البروتوكول وعلى المرجو إعادة الفكرة يعني لو سمحت، يعني حول الأثر القانوني لهذا القرار القضائي. نعم، قلنا كما تفضلت هو قرار قضائي، وبالتالي فهو ملزم، ملزم لأن الدولة التونسية التزمت بولاية المحكمة، وقد تعرضت المحكمة الإفريقية في عديد قراراتها إلى هذه المسألة، لأنه على غير المكلف العام بنزاعات الدولة الذي أجاب في حق الدولة التونسية يثير في بعض الأحيان الدول مسألة السيادة، فالسيادة هي تتمظهر من خلال التزام الدولة بما التزمت به، وبالتالي هو خصوصية الاتفاقيات الدولية هي أنها تصريح بسيادة وطنية، لكن تتقابل ما هي مشتركة مع دول أخرى أو هي مصادقة لبروتوكول أو اتفاقية، وهو الحال. يعني طالما أن الدولة التونسية قبلت بولاية المحكمة وقبلت بأن يقاضيها مواطنوها أو الجمعيات أمام هذه المحكمة، فلا يمكن أن يكون قرار المحكمة إلا ملزما، لأنه معناها من المبادئ الأساسية عندما نحتكم إلى محكمة فإننا نلتزم بمخرجات أحكامها. نعم، هل هناك إجراءات يعني في حالة عدم التنفيذ؟ والله هو تول من السابق لأوانه الحديث عن تنفيذ وعدم تنفيذ، لأنه كما معناها هو منصص على الحكم، فالدولة التونسية هي من ستتصور تنفيذه أولا، الإجراءات الكفيلة باحترام ما جاء في الحكم هو يعني اختصاص للدولة التونسية في تقرير ترفعه، تقرير أول على الأقل ترفعه في غضون 6 أشهر من تبليغ الحكم، وقد تم تبليغ الحكم، وبالتالي فتصور التنفيذ يرجع للدولة التونسية، أساليب التنفيذ يرجع إلى الدولة التونسية، وتقدير التنفيذ من عدمه يرجع إلى المحكمة، وبالتالي لا يمكن افتراض إلا هناك يعني في القانون قواعد أصولية تقتضي أنه الأصل هو حسن النية والمطابقة للقانون، وبالتالي افتراض أن الدولة التونسية
فعلا تحترم، خاصة أنه في احترام الدولة التونسية لحكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، يعني دفع كبير للصورة والسمعة الدولية للدولة التونسية، نعم لأنه في احترام الحكم ستؤكد مرة أخرى الدولة التونسية أنها من الاستثناءات القليلة في العالم العربي والإفريقي على احترام حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون والمؤسسات. صحيح أن هذه المفاهيم نسبية وتتغير وتخضع لخصوصيات كل بلد، لكن في الأخير الجميع يحاول، ليس هناك مرتبة أو حالة أو مركز نصله لنقول لقد أتممنا، فهو احترام حقوق الإنسان أو دولة القانون المؤسسات، فكلها هي اجتهادات، لكن طبعا هناك معايير وهناك فكرة الحد الأدنى الذي يوفر كرامة الإنسان. وطبعا أنا لا أتمنى إلا أن تحترم الدولة التونسية. افتراضا إن لم تحترم الدولة التونسية الحكم، فحسب بروتوكول المحكمة فصل 30 وفصل 29 كذلك يدون ذلك بالتقرير السنوي للمحكمة ويرفعوا أو يرسلوا إلى منظمة الاتحاد الإفريقي. منظمة الاتحاد الإفريقي تحديدا مؤتمر رؤساء الحكومات، الرؤساء ورؤساء الحكومات هو من يحدد السبل الكفيلة لضمان تنفيذ هذا الحكم. وهنا أريد أن أشير إلى نقيصة لا تزال تشوب هذا المسار القضائي، وهو أنه لم يقنن بعد ما هي الوسائل التي يلجأ إليها هذا المؤتمر لضمان تنفيذ الأحكام. وللعلم فإن نسبة تنفيذ الأحكام ضئيلة جدا، لكن هذا لا يمنع في شيء إلزامياتها وقانونياتها. وفي مخطط المحكمة للسنوات المقبلة، والتي بالمناسبة شاركت في بعض الاقتراحات عن بعد، فالمحكمة خلال هذه السنوات ستنظر في مسألة تقنين ضمان وسائل تنفيذ أحكامها، وهي الحالة الأمثل باعتبار أنه سيصبح هناك وسائل مقننة ولا تخضع للتجاذبات. وتعرفون جيدا أنه إذا حل الأمر إلى مؤتمر رؤساء أو رؤساء حكومات سيصبح هناك صراع نفوذ ولعبة نفوذ وتجاذبات و يعني مقايضات تتعارض حقيقة وصراحة مع الطابع الموضوعي للحكم القضائي، وخاصة إن كان في مجال حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون والمؤسسات. نعم، الحكم القضائي كما قلت أستاذ إبراهيم بلغيت، يعني هو القرار القضائي ويعني في روحه قانوني وحقوقي، ولكن السياق العام الذي جاء فيه هو أن هناك يعني تحرك أو حراك تونسي بين المعارضة والأغلبية. إلى أي حد ممكن أنه هذا القرار سوف يساعد في حل أو حل حالة هذا الإشكال داخل الأزمة التونسية سياسيا ونحن عشية الانتخابات التشريعية؟ مشكور. صحيح أن الحكم هذا ما نجموش ناخذوه بكل تجريد وبعيدا عن الملابسات السياسية اللي تعيش البلاد، لكن أود أن أؤكد أني لست خبيرا في السياسة ولا أنتمي يعني، وبالتالي لا أحبذ أي رد سياسي من جانبي، لكن سأكتفي بالقول أو الملاحظة أن الآثار السياسية الداخلية لهذا الحكم هو كآثاره الخارجية هو رهين التفاعل الإيجابي من الدولة التونسية ومدى قدرتها على إيجاد تصور يحترم الحكم. وإن وجدت تصورا يحترم الحكم فهو بالضرورة سيكون محل إجماع، لأنه لا أتصور إن كان هناك سياسيا واحدا يخرج ليعارض
حق الشعب التونسي في تقرير مصيري، او حق الشعب التونسي في المشاركه في الحياه السياسيه او في دوله القانون والمؤسسات. وبالتالي الحكم قابل للتوظيف، هذه حقيقه، وكل شيء قابل للتوظيف السياسي، لكن هذا التوظيف السياسي سيختلف بحسب التفاعل السلبي او الايجابي مع الحكم. الى حد الان طبيعي ان المعارضين يوظفون الحكم باتجاه يعني إدانة، لكن قانونيا لا يمكن إدانة النظام القائم أو الدولة التونسية أو ممثليها يعني في الوقت الراهن، طالما لم يقدموا تقريرا أو تصورا حول تنفيذ هذا الحكم سواء إيجابيا أو سلبيا كما قلت. طيب أستاذ إبراهيم بلغيت، وأنت المحامي والحقوقي، حدثتنا من تونس، شكرا جزيلا لك. العفو، مرحبا.